من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني أو كما قال عليه الصلاة والسلام جناب حافظ شمس عالم صاحب کی للی جس کا نام گلناز خاتون جن کا مہر بعوض 52,000 روپے علاوہ نان نفقہ و سکنات کے جن کے گواہ اول ہوئے جناب مولانا منت اللہ صاحب اور گواہ دوم جناب محمد احسان صاحب و وکالت میری اور ان تمام لوگوں کی موجودگی میں آپ کی جوزیت میں دی جاتی ہے کہ آپ نے قبول کیا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے
طرح ಸ್ಟೇಡ್ ಮಾಡಲ್ಲ.